السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم عند القناة ديالي غوصات فاصل. اليوم راني غادي ندير معكم واحد الوصفة هي البقلاوة. كان اللي يقول البقلاوة كان يقول البحلاوة، كان صافي ان شاء الله غادي نكونوا نديرها، راهي زوينة 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 بزاف. بسم الله نبداو في المقادير. عندي ثلاثة زلايف اللوز والقوقو، نخلط القوقو واللوز. واللوز راه كان عندي بحال هكا، راني قشرتو، راني طيبتو، سخنتو في الماء وقشرتو وطحنتو. والقوقو كذلك، القوقو ما طيبتوش، القوقو غير سخنتو وقشرت منو، طلعت منو داك القشور، الا غتخليوه بالقشور ديالو معليش كيف كيف. عندي ما زهر، ما زهر، عندي لافاني، عندي الزبده باش ندهن، عندي باش ندخل باش نعجن اللوز. هذه غادي نعجنها، نعجن بها هي وما زهر، هذه وهذه وهذه غادي نعجن بهم، وهذه غادي ندهن بها الورقه. الورقه هي هذه، الورقه راني غير شريتها، صافي شريتها جاهزه، ومره اخرى غادي نديرها معاكم. فوالا هذا هما، صافي ان شاء الله غادي نبدا. عندي باش غادي ندير الاناء تاع الفران، كنزوق به زعما وريت لكم كي كيتقشر، ها هو كيتقشر بالسهوله، كي كيطيب كيتقشر سهل، زعما كيتقشر بالسهوله، ما عندو ما تلقوش فيه الصعوبه. قشر هكا صافي. راني درت انا اللي غادي ندير هذا، راني غادي نزوق ندهنوها مزيان، وحتى الورقه كتثبت عليها، منين كتدهنوها الورقه كتشد عليها مزيان. درت جوج ورقات في الاول، صافي غادي تخليو الورقه ديالكم تثبت هنايا مزيان باش تشد على بعضياتها، ونمشي نصاوب اللوز. عندي الصينيه ديالي الكبيره، عندي ثلاثه سلايف ديال اللوز، صافي غادي نبقى نعجن بما زهر، ما نكثرش ما زهر شويه غير باش تجي شاده راسها. دير كاس، كاس صغير نتاع ما زهر، تبقاو ترشوا فيها هكا بحال اللي كديروا البالكوكس، رشوا رشوا ما تكبوش كثر واحد، رشوا حتى تشدوها بين يديكم تلقاوها صافي راهي تناسك، صافي تقدروا تقربوا من المزهر. صافي هي هادي، صافي غادي نجيب السنجة ديالي، السنيوة ديالي رشت هدر، راني غادي نسكي شوية الزبدة باش تثبت عليها الورق. مكتخليهاش تنشف، لو كان تنشف راه غتبقى تبقى، ديروها قبل ما تنشف. غتشوفو هاد القطط هكا راه ما تخافوش منها، غير ما تخليوش البرد يضربوها بس، من كيضربها البرد كتحل، ما تنطوش عليها، من كيضربها ديروها ديروها بس، ولا ديروها في واحد الكتانة تبقاو تديرهم لهم شوية شوية باش ما يضربهاش البرد.
كل مره ديروا الزيت على جهه، مره ديروا على هذه الجهه، مره على هذه الجهه. علاش خليتها كبيره؟ باش نرد فيها الورق باش نقصها، وطبعا على اللوز مزيان باش يتبت بعدو ما يتزلاش. صافي الورقه الاخيره ولا هاللبز ديالي اللي غادي نزوق به نعبر ما توصلوش الموس دي حتى لتحت لتحت مزيان. ولا كيف كيف السوق خير وحده بوحده باش ما تكسر ليكمش. الطرف نخليه حتى يطيب ونكسوه، بعد طفي غادي نتبتو عليها اللوز. كل وحده ديري فيها اللوز بنت عليها. صافي ها هي القضيه كملت. صافي نتمنى تكونوا تبعتوا معايا نيشان طريقه، ودرك راه غادي نديرها على 170 درجه ونخليها حتى تحمر ونخرجها، نخليها طيب غير بشويه. ولا هي البقلاوه ديالي طابت، ودرك راه غادي ندير ليها العسل. ها هي العسل اللي غادي ندير فيها. ديروا عليها العسل حره باش تجيكم زينه. وباش تجي زوينه وبنينه خص تكون عامره عسل. هذا رمضان المبارك كنسحقوا فيه الحلويات، الله يجعل ان شاء الله يدخل علينا بالصحة والراحة، ونتمنى لكم حتى انتم ديروها بالصحة والهنا ان شاء الله. الى الفيديو المقبل ان شاء الله.